جيت هنا نطلع على واحد الصديق ديالي، توفى ليه الوالد ديالو خوه الله يرحمهم يا ربي. غير قال لي جمعت حوايجي ما فكرش، جيت نطلع عليه حيت صديق ديالي وعزيز عليا وبحال خويا. صافي نتمنوا من ربي يرحمهم يا رب. اودي احنا في هذه البلاد هذه راه عندنا معنا بعضياتنا في هذه البلاد هذه، احنا خوت الحمد لله وربي سبحانه وتعالى راه تلفت قسما بالله ما لقيت ما نقول. راك شتيني فاش كنت جاي، راه شدتني البكيه فاش شفت هذا المنظر هذا. لا اله الا الله محمد رسول الله. وصافي والله العظيم فاش شاف الميساج جاي لي قال لي علاش ما علمتيني وجا مسكين. والله العظيم موطور باش جاي، والله العظيم من اكادير حتى لهنا ماشي عشيري، خويا ديال بصح وما بغيتش نقول لك. والله العظيم وفاش كاع قلت عليه هو دابا جا هنا، والله العظيم شاف المنظر راه بوحدو تيدمع. انت لقيتيه قبل ما نجي راه لقيتيه تيدمع، يعني راه النفسيه ديال بنادم راه لا يرثى لها. هذا ما كان، اللهم لك الحمد، اللهم لك الحمد. توفى لي الوالد ديالي وخويا الصغير، خويا الصغير عنده 16 عام وهادشي اللي كاين. الله عطاهم والله داهم، لا اله الا الله يغفر لهم، الله يرحم كاع الناس اللي ماتوا هنا.